اعتماد اللجنة الأولمبية، ماذا دار في مناقشات الكابتن محمود الخطيب ومجلس أو وفد النادي الأهلي مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية؟ اللجنة كان عندها تحفظ على إيه، وإيه اللي طلب تغييره أو تعديله أو اعتماده؟ معنا على الهاتف الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية. أستاذ ممدوح أهلا بيك. كابتن ابراهيم ازي حضرتك؟ استاذ ابراهيم ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا اهلا ممدوح بيه، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك ربنا يخليك. منور الصوره وفي اللقاء، انا شايفك النهارده ناشط جدا، قول لي ماذا تم من في هذا اللقاء، وايه كانت ابرز المناقشات واهم المواد اللي انتوا ركزتوا عليها مع وفد الاهلي؟ تمام يا فندم، الحمد لله كانت جلسه وديه جدا النهارده. يعني الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حضر للجنة الأولمبية المصرية، كانت أول زيارة له. سبق حضور الكابتن محمود الخطيب سبع أعضاء مجلس الإدارة، كان وصلوا حوالي الساعة 10 ونص الصبح، كان السيد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ المستشار أسامة أنديل. والكابتن الخطيب قعدته بالظبط وصل للساعة 11 بالظبط في ميعاد الموعد الاجتماع اللي كان متبع بينا اللي هو الميعاد 11. كان في استقباله على راس استقبال المهندس شرف حسن رئيس اللجنه الاولمبيه، والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنه، واللواء يحيى دعبس عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه، والاستاذ الكابتن محمود محبوب عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه. التوقيت قعد كان جلسه وديه جدا، شرح فيها الكابتن محمود الخطيب وجهه نظر النادي الاهلي مع الساده الحضور لبعض البنود لبعض الحاجات اللي هم عرضها. الجلسه كانت بتدي ميزه كويسه قوي، لان النادي الاهلي قبل ما بيعمل اللجنه بعمل خطوه ايجابيه، ان هو كان ممكن يبعت اللائحه للنادي للجنه الاولمبيه يقولوا يعتمدوها، او لو اذا كان فيها خلافات بعد ما تقرها الجماعه العموميه للنادي الاهلي ويشوفوا اللجنه الاولمبيه تعتمدها او لا تعتمدها، اذا كانت مخالفه للقانون المصري او الدستور المصري او النفاق الاولمبي. لكن الاهلي النادي الاهلي قعدته دايما بعتها بشكل احترافي جدا، يشوف او جه بنفسه كمجلس اداره، وقبل ما يجي كمان هو عمل حوار مجتمعي مع الساده اعضاء الجماعه العموميه في النادي الاهلي والناس المفكرين والساده المستشارين اللي بيضمهم النادي الاهلي كاعضاء من الجماعه العموميه، وابتدوا كان في حراك في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي في فروع مختلفه. جالنا بقى بعد كده دلوقتي وابتدى يعرض البنود اللي هم بيتكلموا فيها. قعدنا في جلسه وسط حوالي ساعتين اتكلم في معظم البنود او بعضها، واتفقنا ان يبقى في جلسه ثانيه ان شاء الله يوم الاحد في النادي الاهلي، مش كده؟ نقعد في النادي الاهلي بالظبط ونقعد نشوف كل حاجه، ودي كانت فعلا جلسه وديه جدا وحاجه هايله جدا اللي حصلت. كان في مواد معينه انتوا طلبتوا ضبطها مع الميثاق الاولمبي والقانون؟ لا، هو كان كله كلام في مواد يعني التفاصيل سيبناها لحد ما نقعد لحد عشان ما نوصلش لحاجه نبقى في ما فيش لا خلاف بيننا وبين النادي الاهلي او بيننا وبين اي من الانديه. كل يعني ده تبع اطار اللوائح والقوانين والمواثيق الدوليه في التعامل. فان شاء الله يوم الاحد هيبقى جلسه ثانيه وكل حاجه تبقى ماشيه. ممدوح بيه، يعني هو تاني هو سؤال بس بصياغه ثانيه، معنى كده ان اذا اجازت اجازه مبدئيه زي ما بيقولوا الرقابه السابقه والرقابه اللاحقه فاحنا الاهلي تطوع ان يبقى في رقابه سابقه عشان ما يتعرضش للرقابه اللاحقه. هي ليست رقابه حضرتك، يعني اسمها التيم ده التيم اللي جاء. احنا في حاجه، ما هو دي هو دي الرقابه يا فندم، انا مش حساسين من كلمه رقابه ما تقلقش. لا، ايجابيه من النادي الاهلي. أيوة. هو قبل ما يحدث لا بس حاجه بيرجع يرجعها اذا بيتوقع. ما هو دي المساله، ان انا اراقب واخد الموافقات، معناها كده ده اللي عايز اقوله، ان ده نتيجه هذه الجلسه، واذا رجعت المسوده او مشروع القانون من عند حضراتكم بملاحظاتكم والتي يقبلها النادي الاهلي، يبقى معنى هذا ان نطمئن تماما ان اللائحه دي ما فيهاش اي مشاكل تعيق تنفيذها.
اذا اجيزت من الجمعيه العموميه ان شاء الله بعد جلسه يوم الاحد اللي هتبقى في النادي الاهلي هنوصل اكيد ل يعني لوجهات نظر متشابهه بيننا وبين النادي الاهلي وفقا للمواثيق الدوليه والقانون المصري والدستور المصري. اذا مش هنلح لحد ما تخلص يوم الاحد. يوم الاحد وتبقى معانا على التليفون يوم الاثنين بقى ان شاء الله. الله ان شاء الله. شكرا جزيلا شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق. المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه واعتقد